في أحداث الأسبوع الماضي، الأزمة السياسية ما زالت بانتظار الحل، وسفارات أجنبية أغلقت أبوابها في صنعاء، وحالة توجس مما قد تأتي به الأيام القادمة. جمعات أربع وهذه الخامسة. في الأولى تحدث اليمنيون عما أسموه بالسيطرة على دار الرئاسة، وفي الثانية تفاجأوا باستقالة الرئيس هادي والحكومة، وفي الثالثة جاءت مهلة الأيام الثلاثة التي خرج بها المؤتمر الوطني الموسع التابع لأنصار الله، وفي الرابعة جاء الإعلان الدستوري من القصر الرئاسي، وفي الخامسة هذه عاش اليمنيون الذكرى الرابعة لثورة 11 من فبراير، أحيوها بتظاهرات منقسمة وفقا لانقسامات متجددة على طاولة المفاوضات، مظاهرات تعتبر الإعلان الدستوري تواصلا لثورة التغيير، وأخرى خرجت لرفض الإعلان الدستوري في الذكرى الرابعة لثورة التغيير. لكن الوضع ليس بهذه الرفاهية الثورية المطولة، لأن المبعوث الأممي جمال بن عمر حذر من أن اليمن على حافة الوقوع في حرب أهلية، وهو الذي عاش اليمن في سنواته الأربع مبشرا لا نذيرا، فيما الدبلوماسية الغربية تغادر البلاد بالجملة، الإيطالية والبريطانية والفرنسية والأمريكية تغلق أبواب سفاراتها. أنصار الله المتمسكون بالإعلان الدستوري وحل البرلمان في طاولة المفاوضات اعتبروا إغلاق السفارات لأبوابها يندرج في سياق الضغط على الشعب اليمني، والشعب اليمني في حقيقة الأمر يتابع احتفاظ المجتمع الدولي بشعرة معاوية في علاقته مع بلادهم، لكن القلق يتنامى من القطيعة الدبلوماسية وابتزازاتها. أما حوارات الموفمبيك جرى الحديث عن مفاوضات لعودة الرئيس هادي، ومجلس الرئاسيين حينا وحينا شتات من التفاهمات على الأفكار، والمؤكد الذي ساد طيلة الأسبوع هو انسحاب التنظيم الناصر النهائي وإصرار أنصار الله على الإعلان الدستوري وحل البرلمان. المراقبون إجمالا يتحدثون عنها باعتبارها الطاولة اليمنية التي تخسر فرص الحلول كل يوم. الميدان دخل منحنى خطيرا في البيضاء بعد سيطرة أنصار الله على عاصمتها، إذ أن أي تقدم إلى الأمام فهو إلى الجنوب صعودا إلى جبل العرف يافع أو نزولا إلى أبين، يأتي ذلك فيما سيطر تنظيم القاعدة على معسكر مشاه ببيحان شبوة، ويؤمل بعد جمعتنا هذه أن يخرج اليمن من فراغه السياسي كي لا يقع فعلا في عزلة دبلوماسية دولية أو حرب أهلية لا سمح الله. بدأ مطلع الأسبوع الماضي النصف الثاني من العام الدراسي في ظل تساؤلات عن مسار العملية التعليمية في غياب الدولة وما تعيشه البلاد من أزمة سياسية. فصل دراسي أول انتهى بمشكلاته وأحداثه التي ألقت بظلالها على العملية التربوية والتعليمية، وفصل جديد بدأ خلال هذا الأسبوع، وهاجس الخوف ما يزال المسيطر على الطلاب وأولياء أمورهم. أحيانا نحس بالقلق والخوف، بس احنا جينا طالبين علم، طبعا جميعنا أنا وزميلاتي كلنا، بس إن شاء الله الله يوفقنا ويحمي اليمن ويأمنها ويهدي من روعتها بإذن الله. الترم الأول كنا قلقين، ما تميناش المنهج الدراسي بأكمله، إن شاء الله الترم الثاني نتم في أمن وأمان واستقرار. برغم المخاوف من أي توتر أمني، إلا أن الانضباط الدراسي في كثير من مدارس العاصمة يبدو إيجابيا حسب إدارات المدارس، أما الوزارة فالمسؤولون المتواجدون فيها رفضوا التصريح. إلى الآن نقول الحمد لله على بداية العام الدراسي الثاني رغم وجود الأزمات الأولى، لكن نلاحظ أن إقبال الطالبات كان ممتاز، وأيضا النتيجة في المحصلة الأولى كانت ممتازة أيضا، والآن أتمنى نتفائل خير وإن شاء الله ما يحصلش أي حاجة من الأوضاع السياسية أو الأمنية التي تؤثر على مستوى الطالب. كثير من الطلاب والطالبات يصلون المدارس مع أولياء أمورهم، والرسالة إن لم تأتي من الآباء فهي تأتي من الأبناء. نحن نتأثر تأثير كثير ولا يفهم الساسة ما هو التأثير النفسي الذي يحدث لنا، نحن قد هم قد
الأولاد يلعبون لعبهم السياسية مع أنها لعب تافهة ولا تفيدهم بشيء ولا تفيدنا نحن. هم يدمرون مستقبلنا وهم لا يعرفون أن هذا مستقبلنا نحن. إحنا عندنا في المدرسة قانون لا سياسة في الدراسة، وهذا أجمل شيء في مدرستنا. يتحمل الطلاب نتائج أي مشكلات أمنية كما حصل في الفصل الدراسي الأول وما عاشته بعض المحافظات من أحداث. اليوم ما يزال التوتر في المشهد السياسي قائما، والأمنيات ألا ينعكس على الواقع الأمني. يتوجس الشارع اليمني من احتمال ارتفاع أسعار المواد التموينية الأساسية نتيجة طول الأزمة السياسية. بتدهور الأوضاع السياسية في البلاد تتدهور الأوضاع الاقتصادية، حقيقة ما تزال تفصح عن نفسها يوما بعد آخر. فكلما تأزمت البلاد سياسيا تولدت المخاوف لدى الناس الذين يذهب بعضهم لتموين منازلهم بالمواد الغذائية والسلع. أصحاب المحال التجارية تحدثوا عن الأزمات وعلاقتها بارتفاع الأسعار، وعما إذا كانت ترتفع وتظل ثابتة. الأسعار ترتفع عند الأزمات، كل ما في قالوا في أزمة الناس يقبلوا وتقرر يرفعوا الأسعار، لذلك يسبب مشاكل ويسبب أزمات داخل السوق التجاري. السؤال الذي يطرح نفسه الآن أو في حال تأزمة أمور البلاد، هل المواطنون لديهم القدرة على تموين منازلهم بالسلع الغذائية المختلفة؟ أم أن حالهم الاقتصادي المتردي لا يسمح بذلك؟ الناس متخوفين فعلا، بس الوضع الاقتصادي للمواطن ما يسمح لأنه يخزن أكثر من مصروفه الشهري. راتب بالله من أين يخزن؟ من وين؟ الاقتصاد عندنا في ركود، التاجر قدو راقد، الناس كلهم في حالة لا يعلمها إلا الله. أصحاب المحال التجارية أكدوا هذا الأمر وأشاروا إلى أنه في الأيام الأولى من كل شهر تتحرك عملية البيع والشراء، أي عند تسليم واستلام المرتبات فقط، بينما بقية الشهر لا تشهد محلاتهم أي حركة مشابهة. ما فيش حركة ولا في ما فيش، الدنيا ميت ميت. الركود الاقتصادي مرة، يعني من يعني يومين في الشهر فقط بعد استلام المعاشات فقط لا غير، بعد ما استلموا الناس المعاشات يومين فقط. تظل الأوضاع الاقتصادية لليمنيين متردية ويظلون عاجزون عن تموين منازلهم بالسلع، وفي حال انفجار الوضع قد لا يجد الناس ما يأكلون ويشربون، الأمر الذي يجب أن تضعه القوى السياسية المتصارعة في حسابها، لأن الشعب لم يعد يتحمل أي تصعيد ينعكس على أوضاعه المعيشية التي تزداد صعوبة يوما بعد آخر. معاناة مختلفة يشكوها نزلاء السجن المركزي بحجة بدءا من الازدحام، حيث يوجد أكثر من 700 سجين وطاقة السجن الاستيعابية هي 300 سجين، فيما السجناء يشكون أيضا التعسف وبقاء البعض منهم لسنوات بعد انتهاء الحكم. سجن حجة المركزي عقاب مرير وواقع أمر، سعته الفعلية 300 سجين، فيما يقبع بداخله 700 سجين نال بعضهم من الجوع والبرد والظلم ما لم ينله أحدا حد قولهم. أنا لي 3 سنة محبوس، حكم علي القاضي 3 سنة ودحين لي 6 سنة، لا حد سألني ولا حد ولي صورة حكم ولا أي حاجة، والنيابة لم تسأل، ومعاي مال قلت لهم يقصوا من مالي، ديت بني ما حد رضي. حكم علي القاضي ب7 سنوات سجن و5,800,000 دية، الآن لي 9 سنوات سجون. قلت أنت أنا المدي حق الحبس حقي قدام 7 سنة وزادت 3، اليوم لي 9. الواقع السجن يمثل لنا مشكلة، وفي الحقيقة أنه فعلا كما ذكرت الطاقة الاستيعابية 300 والموجودين تقريبا أكثر من 600، فعلا هي مشكلة قديمة جديدة، كنا قبل فترة تم مناقشتها مع مصلحة السجون في صنعاء. هذه صور لبعض العنابر لنزلاء بعضهم فوق بعض وآخرون رفعوا مكانا عليا، شباك اخترعوها ليناموا عليها من شدة الزحمة، فيما آخرون افترشوا الأرض وسط برد قارس دون ما مراعاة لآدميتهم. الهناديم ألقى في الجو بالحبال وبالبطانيات من كثر الازدحام، نعاني أيضا أيام البرد هذه مرات، ولا بطانيات لا فرش، لحالتنا حالة واختلاط بالمجاري ثانيا، يعني ما بيش أقول لك يعني أي اهتمام بالسجنة. في توجه لدى الدولة والأخي النائب العام قد وجه بإطلاق عدد من السجناء المعسرين، وإن شاء الله يكون لنا نصيب فيهم،
بإذن الله نسعى جميعا إلى تسهيل مثل هذه العوائق التي من شأنها مصلحة السجن. بالنسبة للاعتمادات المخصصة اللي توصلنا من الإصلاح السجن المركزي هي ما تغطي حتى إلى حق المحروقات اللي هي للديزل. أما بالنسبة للأشياء الأخرى فنحن بحاجة إلى زيادة الاعتمادات، وبالنسبة للفرشة والبطانيات ولا يعني هو يصرف لهم قبل حوالي 3 سنوات. الآن يعني أنت على ما اطلعت وشفت في هذا الحالة يعني قد الفرش منتهية والبطانيات كذلك منتهية على وشك الانتهاء كذلك الأسرة. الكثير من السجناء ناشدوا السعيد إيصال رسالتهم لنيابة المحافظة التي اتهموها بالتقصير في واجبها، والتي للأسف قابلتنا باعتذار كونها ممنوعة من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام. يعني رسالتي إلى الجهات المختصة بالنسبة للنيابات بالنسبة للجهات العليا إنهم يعني نزول ميداني، يعني هو ما بيتمشي إلا إذا نزلوا نزول ميداني لكي يعني المسؤول واقع يعني عن صدق. بدأنا نبحث عن مدارس سواء كنا على المستوى المحلي في المحافظة بحيث نسعى إلى توسيع السجن من إمكانات المحافظة، وأيضا أو البحث عن إصلاحية أكبر ربما في مكان آخر يستوعب الأعداد الأخرى. لكن للأسف الشديد بسبب الأحداث الآن الجارية في البلاد والأزمة المالية والاقتصادية حالت دون متابعة تنفيذ المشروع. فإذا في السجن المركزي بحجة وربما بغيره من سجون الوطن قليل من المجرمين وكثير من المظلومين الذين طالبوا بالبت في قضاياهم لحياة أو لموت. فؤاد الرزيقي لبرنامج صدى الأسبوع. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عصابة تجارة بالأعضاء البشرية مطلع الأسبوع الماضي. التفاصيل في التقرير. بيع في وضح النهار وحقوق إنسانية تستباح، يبيعون أعضاءهم بثمن بخس دراهم معدودة لأجل عيشة كريمة. وبسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المقلقة للمجتمع تتفشى عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية، ومع ذلك هناك عيون ساهرة تشمر عن أياديها وتقبض على أخطر المتهمين في تصدير الأعضاء إلى الخارج. في الآونة الأخيرة بدأت تتوارد إلينا معلومات وبلاغات عن قيام مجموعة من الأشخاص بالاتجار بالأعضاء البشرية. وصل إلينا مصدر وأدلى لنا بمعلومات عن قيام شخص بالاتجار بالأعضاء البشرية تم متابعته ورصده وتم ضبطه وإيصاله إلى المركز، ومن خلال محض جمع الاستدلالات أقر واعترف بأنه أول ضحية وأنه أول من قام ببيع إحدى كليتيه في جمهورية مصر العربية مقابل مبلغ $5,000. وبعد قيامه بإجراء العملية اتفق مع شخص مصري الجنسية على أن يقوم بالإيقاع بعض الضحايا وتسفيرهم إلى جمهورية مصر مقابل $5,000 على أن يكون له عمولة $500 عن كل ضحية. وقام بتسفير مجموعة من الأشخاص وفعلا قاموا بالعمليات هناك في جمهورية مصر. تم إلقاء القبض على أحد أفراد هذه العصابة الذي تقوم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، ومباحث العاصمة مستمرة في التحقيق، وقد اتضح من خلال محاضر جمع الاستدلالات أن الشخص هذا يوجد له بجانبه أشخاص آخرون مشاركون معه في نفس القضية، والإدارة في صدد تتبعهم والتمكن من ضبطهم إن شاء الله في أقرب وقت. يحدث بين الحين والآخر إحباط العديد من القضايا، فيها الآن متهم في المنطقة الغربية تم القبض عليه قبل تقريبا 4 أيام. المتهم المذكور المحجوز من أخطر السماسرة، تم إحباط سفر 3 أشخاص كانوا مسافر لهم قبل شهر، وإحباط سفر 2 أشخاص كانوا مسافر لهم قبل شهرين، وأيضا هذا اللي يحبط سفرهم، لكن اللي سفرهم كثير. مصير من يبيع الأعضاء ويرسل العديد من الضحايا إلى الدول المجاورة حتما أن يقبع خلف القضبان، فقد يطول الهروب والتستر وراء اللثام، لكن الإفلات من يد العدالة محال. خاطبنا اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاعتداء على البشر بجمهورية مصر العربية، وخاطبنا الجامعة العربية في الجامعة العربية إدارة مكافحة الاعتداء على البشر، وأعطيناهم تفصيل بأسماء الأطباء الذي يقوم بإجراء العمليات في مصر وأسماء السماسرة وعناوينهم. عندنا معلومات الآن حاليا أنه يوجد في مصر في العشرات
من الضحايا الآن الذين منتظرين دورهم ليدخلوا المستشفيات يتم نزع الكلى حقهم، والعملية بتمشي على قدم وساق. تمكننا من الحد فترة مؤقتة من الحالة هذه، لكن ظروف البلد الحالية والحروب والصراعات والمشاكل والانعدام وجود فرص عمل على الإطلاق دفعت الكثير من الناس إلى أن يعرضوا أنفسهم للبيع كقطع غيار. طبعا البعض يتعذر بالظروف المادية، الظروف المعيشية الصعبة، لكن يستطيع شخص أن يتغلب على الظروف المعيشية الصعبة هذه بعدة وسائل أخرى، لأن الشرع والدين والعرف والقانون لا يجيز يحرم يجرم الاتجار بالأعضاء البشرية، فعليهم البحث عن وسائل كسب العيش أخرى بدلا من الاتجار بأعضائهم البشرية. جرائم الاتجار بالبشر من الجرائم الشنيعة والمصنفة أكثر خطورة على الإنسانية عالميا، لكن القانون اليمني لا يزال حبيس مجلس النواب، فيما تشكل هذه الظاهرة بيئة خصبة وآمنة لعمل شبكات الاتجار بالبشر. يشكو الكثير من المواطنين تأخر الفصل في القضايا والمماطلة فيها من الجهات الأمنية والقضائية، والتي زادت مؤخرا مع ما تعيشه البلاد من أوضاع. القضاء في اليمن ليس بنزيه يمدح ولا بفاسد يذم، وما بين النزاهة والفساد خيار حلاوته في مرارته، يتجرع من كأسها مواطن ماطل القضاء في قضيته، فتمنى حينها لو أنه لجأ إلى العرف والصلح القبلي كونه أنسب ماليا وسرعة. فحصل عليه في البلاد مشكلة يوم الربوع، فتم عليه المضربة فلم يتو لا لدارة الناحية دارة الأمن ولا قاموا بزجوا بخي المصاب إلى يعني أمن المحافظة، وبدأ قاموا بحبسه 25 يوم، ثم أسدلنا إلى القضاء فرجعنا إلى القضاء، فالقضاء يعني أهملنا إهمال كامل. إحنا فرحنا بالقضاء، ولكن للأسف نحن لجئنا إلى القضاء ولو اتفقنا نحن جميعا على الصلح القبلي لكان أفضل لنا وأخير لنا، لحتى الآن خسرنا مرحتنا وموفقنا وإحنا في الشريعة هذا، ولا زالوا في السجن لهم 2 أو 3 أشهر ولم يتم الحكم إلا قبل شهر. قضيتي في المحاكم لا من 2009 إلى الآن ولم نخرج بأي نتيجة، من بداية من اللجنة التحكيمية إلى الاستئناف لحد الآن، والمحكمة صدر الأحكام تصدر يعني قد هي يعني كلها مغالطة يعني غير صحيحة، بسبب أن الشركة تدفع رشاوي وتفسد الأحكام، ولذلك حتى ما طال لحد الآن لم استلم أي حكم. في أي بلد القضاء يمثل سلطة مستقلة بذاتها، أما في اليمن إن عدمت ثقة المواطن بهذه السلطة نتيجة التطويل الممل في القضايا والذي يعزى إلى العديد من الأسباب. هنالك جملة من الأسباب التي تؤدي إلى إطالة أمد النزاع، منها ما يتعلق بالإدارة القضائية المتمثل بعدم الإشراف القضائي من قبل القضاة على الإداريين، ومنها ما يتعلق بالجانب التشريعي في القوانين الإجرائية، قانون المدني وقانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون الإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين الإجرائية التي احتوت على بعض المواد التي تؤدي إلى تطويل أمد النزاع. فعلاً إن المواطن فقد ثقته بالقضاء بسبب تطويل القضايا، ولا شك أن تطويل القضاء ترجع لعدة أسباب، هنالك أسباب إدارية من قبل المحاكم، وهنالك أسباب الوضع الشامل في البلاد، والسبب الآخر هو أسباب المتقاضين نفسهم أحياناً قد يتعمد إلى إطالة القضية. وحتى يجد القضاء طريقه في الاستقلال ويمسك بخيوط ثقة المواطن، يجب أن ينأى منتسبوه بأنفسهم عن شبهات السياسة والجاه استناداً للدستور.